يعني منشورة فيها بيانات ومواد اعتبرها المستجوبون يعني مخلة بالأدب. فراح حق الوزير كلموه في حينها، قالوا لي معود هاي الكتب مخلة بالأدب، يا ريت تشيلها. هو نفسه من نواب المستجوبين؟ هم نفسهم أو بعض يعني. نفسه أن محمد العليم كان قبل أبدأ الاستجواب، قبل أبدأ الاستجواب. لا أصدر يعني محمد العليم أحد المستجوبين محسوب علينا، نعم. بس قبل الاستجواب كلموا الوزير يا معود شيلها، خل نفتح يروح الشر. إلى الآن ما تم ما قدموا استجواب ولا قالوا إنه في استجواب أبدا، بيحاولون أن يحلون الموضوع بشكل ودي. الوزير يبدو شاور اللي حوله، يعني وصل إلى قناعة أنه ما تسوى يعني. ما طبعا أتوقع أنه ما هجن توصل لهالمستوى يعني تصعيد. استمر في يعني وضع الكتب، فصار اتفاق بين ثلاث نواب، فهد الخنة واللي طبطباي محمد العليم، أن قدموا استجواب حق الشيخ سعود الله يرحمه. الشيخ سعود بالأثناء هذه أذكر في اتصالاته أول ما قالوا له في نواب بيستجوبونك، قال يعني ذولا شباب وخبرتهم بسيطة أول سنة يعني في البرلمان، أنا يعني أعتبر نفسي عندي علاقات مع الكونغرس ومجلس العموم، كان سفيرنا بلندن وواشنطن، فاعتبر أنه عنده يعني الخبرة الكافية لمواجهة الاستجواب. شلون حسبها، شنو العوامل اللي حسبها، ما أعرف شلون طريقته، لكن هو الله يرحمه اعتمد أنه يرد على الاستجواب بمرافعة قانونية يعني مميزة سواها اللي ذكرها الأخ أبو أنور الله يطول عمره يعقوب حياتي، وكان صديقه وكان أيضا يعني يستشيره وايد، فقدم له مرافعة قانونية، ولربما تكون المرافعة القانونية يعني مقنعة، لكن قد تكون مقنعة في ساحة المحكمة مثلا، لكن في الساحة السياسية أنت تدري يعني الخطاب اللي بالساحة السياسية يختلف عن الخطاب اللي في قاعة المحكمة. لهذا وقبل لا يبتدي الاستجواب أنا سمعت أن الشيخ سعود الله يرحمه اتصل ببعض النواب، أذكر واحد منهم أذكر يمكن محمد العلي، وقال له يا أخي محمد أنت قدمت الاستجواب ما تدرون هذا الاستجواب إيش راح يصير له، يعني أي وزير دش استجواب يعني ينجرح، إذا ما انجرح يعني لربما تأثر في مستقبله السياسي يعني، فليش ما تعيدوا النظر يعني في طرق أخرى للمساءلة. فكان الوقت أعتقد كانت توليت يعني شد الاستجواب قدم وأعلن وثيقته، فصار اعتذر محمد العليم عن سحب الاستجواب. ما قدر يعني كان الوقت متأخر. لما بدأ الاستجواب قبل ما نروح حق يوم الاستجواب، أنتوا قعدتوا فيما بينكم مع محمد العليم، نسقتوا فيما بينكم، ولا محمد العليم اتخذ القرار بشكل فردي وبعدين بلغكم، ولا لا أنتوا كنتوا مقتنعين ويا محمد العليم إيه هذا خلاص إحنا مقتنعين توكل على الله قدم الاستجواب؟ لا أذكر أن الأخوة المستجوبين كانوا يجمعون فريق حق الاستجواب واتصلوا فينا أو اتصلوا بالأخ محمد مباشرة، وإحنا تشاورنا فيها وقلنا توكلنا على الله يعني الموضوع مستحق. بس هني إحنا هني قاعد نتكلم عن استجواب شخص مثل سعود الناصر، تاريخ طويل، سياسي محنك، من الأسرة الحاكمة، الآن لما تتخذ قرار كتيار كمجموعة لاستجوابه أكيد حاسبين حسابكم للاستجواب ولما مرحلة ما بعد الاستجواب، ليش استهداف سعود الناصر تحديدا؟ لا طبعا ما كان مستهدف، لكن العمل اللي كان موجود بالساحة لا حساسية عند الناس أنك تنشر مطبوعات فيها مواد مخلة بالأدب يعني، والناس راح تلومك. مو بس كذي، لقينا نواب يعني ما اشتهروا بالغيرة على هالمسائل، أول ما سمعوا سبحان الله لقينا تفاعلوا مع الاستجواب إيجابا بشكل غير طبيعي، وبعضهم عنده صداقات مع الشيخ سعود، وبعضهم قال أنا لما الشيخ عرف أن أنا مع الاستجواب استغرب، فنقوله طيب أنت ليش؟ قال والله عاد يعني كلش ولا قضايا القيم إحنا عاد فينا يعني. يمكن لأن صار جو عام. أيوة الجو العام. هني خلنا أنا استحضر كلام الشيخ سعود، ذكر أن كان في استهداف من قبل الإسلاميين وتم استغلال هذا الموضوع لأن ما يبون وزير ليبرالي في وزارة الإعلام.
وهذا الكلام ايضا اكده في لقاء سابق النائب السابق بشاري العصيمي، قال انه كان مستهدف سعود الناصر لان الليبرالي وهو مستهدف من قبل الاسلاميين، فالصراع كان صراع اسلامي، هم اي شخص يتولى وزاره الاعلام لا ما يكون منتمي لهم او قريب منهم يستهدفونه، وكان سعود الناصر ضحيه. متى صار وزير الاعلام قريب من التيار الاسلامي بدوله الكويت؟ ما في اصلا، الاسلاميين يبتعدون عن الاعلام. لكن هو ياكد يقول صحيح، لكن ما كان راضخ، اكو بعض الوزراء قد ما يكونوا اسلاميين لكن يرضخون للتيار الاسلامي. لا والله. سعود الناصر حسب كلام شارل العصيمي ما كان راضخ للإسلاميين، لذلك تم استهدافه واستجوابه. والله هذا تفسير مشاري. أنا الشيخ سعود لما كان الله يرحمه وزارة الإعلام بالعكس كان يتعاون معي أنا كنائب، أول ندوة طلع فيها publicly وهو وزير الإعلام كان بدوانيتي بالروضة، كان يتفاعل معي، كانت علاقتنا على المستوى الشخصي والسياسي كانت زينة. بس هالحدث، بس ما حاول، الحدث ما كان يعني ما كان الشيخ الله يرحمه مستهدف، لأن مثل ما قلت والله توجهه أكو وزراء أكثر ليبرالية وأكثر وضوح في الليبرالية، يعني أنت بعد كل واحد تستهدفه ما تخلص، لكن بالسياسة أكيد هذا معاي هذا ضدي. بس أنا أعتقد اللي ما خدم الشيء